جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. رساله من احد الاخوه المستمعين اثر فيها عدم ذكر اسمه، يسال ويقول: حدثونا عن الاعتكاف، وهل يجوز الخروج من الحرم اثناء الاعتكاف لغرض الذهاب الى المستشفى حتى ولو كان المستشفى خارج مكه؟ جزاكم الله خيرا. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعه الله سبحانه وتعالى، ويشترط في المسجد الذي يعتكف فيه ان تؤدى فيه صلاه الجمعه. يكون من المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجماعة، لا يكون مسجدا مهجورا، لأن الاعتكاف الذي يمنع من حضور الجماعة اعتكاف غير صحيح. وإذا شرط الخروج للمستشفى أو لغير ذلك فله ما شرط، وأما إذا لم يشترط فإنه يبقى في معتكفه ولا يخرج إلا لضرورة، وإذا أنهى حاجته وضرورته فإنه يبادر إلى الرجوع إلى معتكفه. نعم.